السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نطرقص الحصة الرابعة والحصة الخامسة، صفحة 13، الدرس الأول، الأعداد من 0 إلى 99، لي نومبغ دو 0 أ 99، المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني. نبدأ على بركة الله. أكمل بطاقات الأعداد كما في المثال، لاحظوا معايا. أول شيء مكتوبة بالحروف 48، ثم بالأرقام، ثم الكتابة الجمعية، ثم التفكيك. إذا 48 هي 40 زائد 8 هي 8 وحدات وأربع عشرات. إذا 92 سنكتبها بالأرقام، 92 هي 90 زائد 2 هي 2 وحدات و 9 عشرات. بالنسبة العدد الموالي 5 وحدات، إذا غنكتب 5 في الوحدات، و 6 عشرات، إذا عندي العدد هو 65. باغدون، هنا غادي نكتبوه بالحروف، إذا بالحروف في الخانة الأولى بالحروف. أكتب بالأرقام بداية، 65، 65 هي 60 زائد 5، إذا سنكتبه بالحروف 65، 65. عندي هنا العدد 50، إذا سنكتبه بالحروف 50، 50، 50 هو 40 زائد 10، يمكن نقول 40 زائد 10 هو 5 عشرات، إذا 5 عشرات فقط، 5 عشرات. بالنسبة للعدد الأخير 59، إذا سنكتبه بالأرقام، 59 هو 50 زائد 9، إذا هو 9 وحدات وخمس عشرات، إذا 9 وحدات وخمس عشرات. تمرين رقم 12، ولاحظوا كيف رتب لي الأعداد تصاعديا، يعني من الأصغر إلى الأكبر، من اليسار إلى اليمين، وأصحح. عندنا نشوف الترتيب ديال العالي اللي رتب لينا هنا ونصحو الخاطئ منه. اذا دار 13، تبع 34، 23، 48، 62، 57، 80، 77، 95. اذا هذه الاعداد غير مرتبه بشكل صحيح. اذا باش غادي نبدا 13، اذا 13 غادي نقوم بمقارنه عدد العشرات. عندي هنا 2، إذا 2 إذا 29 مكان 34، 29، 29 ماذا يليه؟ إذا يليه 34، 34، 48 مكانها صحيح. إذا ماذا يلي عدد رقم العشرات 4؟ نبحث عن 4 أو عن 5، الذي يعني أكبر من 48، إذا 5، إذا 57، إذا 57، ثم إذا 62 هذا هو المكان ديالها، 62، عندي 87، إذا 77، ثم 80، ثم أخير 95. الحصة الخامسة، أدعم تعلماتي لعلي أكبر مبلغ ولأحمد أصغر مبلغ. إذا عندي مجموعة ديال المبالغ، علي غيكون عنده أكبر مبلغ وأحمد أصغر مبلغ. أعد النقود ثم أكتب اسم كل طفل تحت المبلغ المناسب. إذا غادي نحسبوا الفلوس النقود، وغادي نكتبوا اسم كل طفل
اللي عنده اكبر مبلغ يعني عالي غيكون عنده اكبر مبلغ، احمد اصغر مبلغ. اذا 50 زائد 20 70، 71 72. اذا المبلغ الاول هو 72 درهما. بالنسبه للمبلغ الثاني عندي 20 زائد 20 40، 40 زائد 10 50، زائد 10 60، زائد 5 65، 70، 71، 72، 73. اذا المبلغ الثاني هو 73 درهما. بالنسبه للمبلغ الثالث عندنا 50 زائد 10 60، زائد 10 70، زائد 1 71 درهما. 71 درهما. اذا ما هو اكبر مبلغ؟ لاحظوا معايا عندي العشرات كتشابه، غنمشي للوحدات. اذا عندنا 1 3 2، اذا 3 هو الاكبر. اذا اكبر مبلغ هو 73 درهما. اذا ماذا قلنا في الانطلاق؟ سؤال الانطلاق لعلي اكبر مبلغ. اذا علي هو الذي يملك 73 درهما، علي. جيد. بالنسبه لاصغر مبلغ عندي هنا رقم الوحدات 1، لان العشرات ديجا متساوي. رقم الوحدات عندي هنا 1، هنا 2. اذا 1 اصغر من 2. اذا احمد هو الذي يبلغ يملك اصغر مبلغ. اذا علي يملك اكبر مبلغ ب 73 درهما، واحمد يملك اقل درهم، اقل مبلغ 71 درهما. التمرين الاخير، ورتبوا أثمان اللعب تصاعديا باستعمال الأعداد 1 إلى 6. إذا غنقوم بترتيب الأثمنة ديال هاد اللعب هادو من 1 حتى 6. إذا عندي هاد اللعبة ب 36 درهم، اللعبة الثانية 27 درهم، اللعبة الثالثة 24 درهما، اللعبة الخامسة 29 درهما، اللعبة الموالية 45 درهم، واللعبة الأخيرة 47 درهما. إذا تصاعديا ايضا من الاصغر الى اكبر، ما هو ثمن الثمن الاصغر؟ اذا كنمشي للعشرات، عندي 4 4 2 3 2 3. اذا غنقارن بين 2، لان 2 هو الاصغر. عندي هنا 2، هنا 2، اذا كيتشابوا. غنمشي للوحدات 9 7. اذا هذه اللعبه هي الاقل ثمنا ب 27 درهما، ثم اللعبه التي ثمنها 29 درهما هي الثانية. إذا سننتقل للتي عدد عشراتها هو 3. إذا عندي العربة، عندي القطار. إذا عندي هنا 3 3 كيتساواو العشرات، كنمشي للوحدات 4 6. إذا 4 أصغر. إذا لعبة القطار هي الثالثة، ثم العربة الرابعة. ننتقل للجرار، لعبة الجرار ولعبة البهلوان. إذا عندي رقم عشراتهما 4 4. ننتقل للوحدات 7 5. إذا 5 أصغر. إذا فلعبة البهلوان هي الخامسة، وأخيرا لعبة الجرار هي السادسة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.